بسم الله الرحمن الرحيم. أيها العراقيون الأكارم، باسم الناصرية أرض الشهداء، يعلن طلاب جامعات بغداد المنتفضين وجميع الثوار المعتصمين في ساحات التحرير تأييدهم للمولة التي أطلقها أحبتنا المنتفضون في محافظة بيقاع، ونوجه الدعم الكامل للمطالب التي أعلنوها سابقا، ويبقى صوتنا صادعا معكم، ونقول فوت بزودج يا ذي قار بغداد حزام بظهرج. ونجدد عهدنا لجميع ساحات الاعتصام في العراق بأننا مستمرون باعتصامنا وإضرابنا على الدوام إلى حين تحقيق جميع المطالب التي خرجنا لأجلها والتي دعا إليها الشعب والمتظاهرين في جميع الساحات الدائرة. وسيكون لنا يوم الأحد الموافق 19/1/2020 تظاهرات طلابية حاشدة أمام بناية وزارة التعليم العالي، تتجه بعدها إلى ساحة التحرير، إضافة إلى وقفات عدة أمام الجامعات والكليات في بغداد. لنؤكد بها شعارنا الدائم بأن البدايات للجميع والثبات للصادقين، الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والنصر للمعتصمين والمضروبين. لبيك يا عراق، 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 لبيك يا عراق. استمروا بهدافكم. فوت بزودج يا ذي قار بغداد حزام الظهري، فوت بزودج يا ذي قار بغداد حزام الظهري، في قار في قار في قار Yes!